هذه نشرة منتصف الليل وفي عناوينها. يشكل المجلس العسكري الانتقالي على النحو الآتي: الفريق أول ركن. المجلس يقول إنه يمد يد السلام إلى أنصار الله. أهلا بكم. أعلن الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن التوجه لتأليف حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية. وفي أول بيان بعد تسلمه رئاسة المجلس، تعهد البرهان بأن تستمر الفترة الانتقالية الجديدة لعامين بحد أقصى، كما أعلن إلغاء حظر التجول وأمر بإطلاق سراح كل المحتجزين. سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع. كذلك يلتزم المجلس العسكري الانتقالي بإرساء دعم حكم مدني قويم وفقا للآتي: فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب، إعادة هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات وخلافه بما يتفق القانون، الالتزام التام بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد أو ساعد في الإضرار بالاقتصاد أو الحياة الاجتماعية، وتفكيك كل الواجهات الرسمية والحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية. هذا وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تشكيل أعضاء المجلس من رئيس للمجلس ونائب له مع 8 أعضاء من الضباط والعسكريين والشرطيين. كذلك أدى قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو القسم نائبا لرئيس المجلس العسكري. رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش قدم استقالته من منصبه، ووافق الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان على استقالة قوش. رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو وفد المعارضة السودانية عمر الدقير أعلن أن المعارضة ستزود رئاسة المجلس العسكري بقائمة من أسماء شخصيات مدنية للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، وعقب اجتماع بين المجلس العسكري ووفد من تجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة أخرى. أشار الدقير إلى أن المجتمعين طالبوا المجلس العسكري بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة وبمحاكمة محاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء. قوى الإجماع الوطنية أكدت بدورها ضرورة استكمال خطوات إسقاط نظام البشير في القطاعات كافة. وأعرب ممثلو قوى الإجماع الوطني في مؤتمر صحفي بالخرطوم عن رفض تولي الجيش السلطة، مؤكدين ضرورة تأليف حكومة مدنية. نحن الفترة الانتقالية عندنا لما تتكون الحكومة المدنية 4 سنوات كما موجودة في إعلان الحرية والتغيير، وده اللي نطرحه لمجموعة البرهان. طرحهم للقاء وحوار القوى السياسية، نحن نقصات قال أنه في لجنة مكلفة بحمل المطلوبات ورؤيتنا لتكوين وتشكيل وانتقال السلطة. ونحن عندنا تصور محدد، ما في كلام اسمه القوى السياسية. هذه الثورة كادتها قوى الحرية والتغيير، قوى إعلان أو إعلان قوى الحرية والتغيير، هذه القوى هي اللي هتجلس لوحدها، ما يمشي يجيب لنا قوة ثانية يجيب المؤتمر أن يقعد المؤتمر الوطني أو غيره. يعني الفيك الكلام الفيك بتاع أنه نقعد مع القوى السياسية ده غير مقبول بالنسبة لنا. طالب حزب المؤتمر الوطني السوداني بإطلاق سراح قياداته استنادا إلى قرار المجلس العسكري الانتقالي بإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات. وفي بيان شدد الحزب على رفضه اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، مطالبا بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية من دون إقصاء في إطار العدالة والقانون. وأضاف أن الاعتقال يؤخر التداول السلمي للسلطة. ومن الخرطوم ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية طلال الإسماعيل. أهلا ومرحبا بك أستاذ
الطلال، مباشرة نذهب إلى مطالبة قوى الإجماع الوطني بإعرابها عن رفض تولي الجيش السلطة. ماذا في كواليس كل هذه الاجتماعات، كل هذه المطالبات؟ هناك أكثر من اجتماع وأكثر من مطلب، وإلى أين فعلا وصلت حقيقة الأمور ما بين قوى المعارضة والمؤسسة العسكرية؟ نعم، المقترحات كثيرة الآن بخصوص إدارة هذه المرحلة الانتقالية. هنالك مقترحات بأن هنالك مجلس رئاسي سيادي يجمع ما بين العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى مقترح بتشكيل مجلس تشريع انتقالي يتولى مقاومة القوانين المقيدة للحريات التي يمكن أن تعطل سير الحياة السياسية بصورة طبيعية. كذلك هناك حديث عن تكوين مجلس وزراء انتقالي، ومن المتوقع أن تقدم القوى العسكرية لتغيير المرشحين من قبلها إلى قيادة المجلس العسكري، خصوصا هنالك بعض القوى السياسية الأخرى التي ترى أنه لا بد من يعني أن تكون هنالك ضرورات خاصة باختلاف المسمى المرحلة العاجلة انتقال المطلوبات التي يمكن أن تؤسس لتسيير دائم وتؤدي من بعد الفترة الانتقالية إلى التوافق على قانون الانتخابات والفروضية للانتخابات، تؤدي إلى شيء شرس من شرعية دورية إلى شرعية صناديق الانتخابات. طيب، وفي خلفيات أيضا اجتماع عضو وفد المعارضة السودانية عمر الدقير وإعلانه بأنه سيتم تزويد رئاسة المجلس العسكري بقائمة معينة من الأسماء، وهنا نتحدث عن الحكومة الانتقالية أيضا، ماذا في تسريبات الكواليس؟ لأنه هناك كلام كثير يحكى في الإعلام عن هذا الموضوع. نعم، هنالك خلاف سياسي حتى الآن، لم تتبلور رؤية واحدة موحدة حول تقديم قائمة تتفق عليها كل الأحزاب السياسية، وهذا ربما يؤدي إلى تأخير إعلان الحكومة الجديدة بحسب يعني ما أراه الآن في المشهد السياسي السوداني، نتيجة لأن هذه القوى السياسية المعارضة لم تلتقط اجتماعات موحدة. قوى الحرية والتغيير ترى أنها الأحق بالنقلة، إدارة النقلة الانتقالية، لأنها هي موجودة في إدارة الاعتصام وهي التي دعت إلى الحزول وهي التي قادت حركة الاحتجاجات. هنالك قوى سياسية أخرى غفزت من مركز الحكومة السودانية قبل أن تغرق، ورأت أنها قدمت مساهمات كبيرة جدا في هذا التغيير، وأنها كانت لديها اعتراضات كثيرة على سير الحكومة السابقة، وأنها خرجت ووقفت مع التغيير الذي تم. نعم، لكن النقطة العلامة هنا لو سمحت لي أستاذ طلال إسماعيل، يعني أنه تلبية هذه الدعوة جاء بالتحديد بهدف الانتقال لسلطة مدنية انتقالية، إذن هل فعلا الآن الأمور تجري بتأليف شكل وهيكلية السلطة المقبلة؟ ستكون السلطة مدنية بشكل كامل؟ لا أعتقد ذلك. الأحزاب السياسية لديها رؤية بأنه لا بد من ائتلاف ما بين المدنيين والعسكريين، هي ترى بأن هذا الائتلاف حتى لا يكون هنالك مجلسان متشاكسان، بمعنى مجلس عسكري لديه قرارات ومجلس سياسي، وترى أنه لا بد من الجمع بين المجلسين في مجلس واحد، مجلس ربما سياسي عسكري أو مجلس مدني عسكري أي ما كانت التسمية. هي ترى أنه لا بد من الائتلاف بين المجلسين لإنجاز كثير من التحولات، باعتبار أنها تتخوف من أن يعود النظام السابق بأي صور من الصور، نتيجة لأنها حتى الآن لم تنجز التغيير بصورة كاملة. هي ترى هذه القوى أنه لا بد من التحول، ولذلك لا بد من أن يكون القوى المدنية تكون متواجدة مع القوى العسكرية المجلس العسكري، لأنه تم الرفض مرتين حتى يعني الآن بدأت القوى التغيير كان تقدم اقتراحات للحلول. حتى الآن المشهد السياسي غامض في السودان، لا أحد يستطيع أن يتفهم بكيف سيكون التركيب الانتقالي، لكن هذه هي المقترحات والأفكار التي قدمت، وهنالك قوى أخرى حتى الآن لم تبدي رؤيتها بعد، هي قوى التيار الوطني التي كانت تشارك النظام السابق، هي قوى معارضة أيضا ولكن جاءت عبر آلية التيار الوطني، وهذه القوى حتى الآن لم تظهر لديها رؤية واضحة بخصوص المرحلة المقبلة. تنظر إلى مؤتمر صحفي إلى يوم غد الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر رؤيتهم حول كيف سيكون
ادارتهم للمرحله الانتقاليه، هل سيرفضون حكم العسكر، هل سيكون لديهم ملاحظات حول ما قدمته قوى التغيير التي قادت الحراك السابق. وهنا ربما ستبدو المعالم الأولى لشكل المرحلة الانتقالية تتبدأ، إن كانت ائتلاف تتحدث عنه مدني عسكري أو ما غير ذلك فيما بعد ما بين هذه القوى إن كانت ستأخذ شكل براغماتي أكبر. أشكرك كل الشكر طلال إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا مباشرة من الخرطوم. طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من ممثلي حكومتها مغادرة السودان باستثناء موظفي الطوارئ. وفي تحديث لنصائح السفر، نصحت الخارجية الأفراد الذين سيبقون في السودان بالحصول على تصريح خاص من الحكومة السودانية بالسفر خارج العاصمة الخرطوم. كما نصحت المواطنين الأمريكيين في شمال شرق السودان باتخاذ ملاذ آمن لهم، مشيرة إلى حالة الطوارئ النافذة في السودان. إلى ليبيا، حيث أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن بعض وحداته يبعد مسافة 15 كيلومترا عن مركز العاصمة طرابلس. أمر غرفة عمليات طرابلس عبد السلام الحاسي أعلن تقدم القوات من 7 محاور تجاه العاصمة الليبية، وأكد أنه لم يتبقى إلا طرابلس ضمن المناطق التي ما زالت تحت سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق. كما أشار إلى تفاوت المسافات من محور لآخر، وأن بعض الوحدات وصلت إلى بعض ضواحي العاصمة الشرقية والغربية والوسط. رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعلن أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع سيجري بعد تحرير العاصمة طرابلس، كما أكد أن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ للاتفاق السياسي. الحديث عن العملية السياسية لإعادة استقرار ليبيا لا يتم إلا بالتخلص من التنظيمات الإرهابية المتعددة التي يقودها أجانب مطلوبون للعدالة الدولية والمحلية، وبعض الليبيين الذين نهبوا المال العام وداسوا على القيم والمبادئ. وعندما تضع الميليشيات سلاحها ونذهب لصناديق الاقتراع، السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة. مجلس النواب الليبي طالب بضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي بقيادة حفتر، وأكد الناطق باسم البرلمان عبد الله بلحيق أن المجلس اتفق خلال جلسته في بنغازي على إصدار قرار يدعم ويؤكد شرعية عمليات القوات المسلحة في تحرير طرابلس. اليوم تم الاتفاق على إصدار قرار يطالب أولا بدعم عمليات الجيش الوطني من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين عن القانون، مطالبة المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني، وأيضا التأكيد بأن عمليات الجيش الوطني لا تستهدف إلا أولئك الإرهابيين والمتطرفين الذين يحملون السلاح في وجه الدولة أو الخارجين عن القانون، وبأن الجيش الوطني أتى من أجل المحافظة على كرامة الشعب الليبي وأبناء الوطن، ومن أجل أيضا الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في العاصمة طرابلس. وخلال الاجتماع بحث الرجلان الوضع في المدينة وجهود الأمم المتحدة لوقف الاشتباكات. السراج أكد أن الجيش الليبي بقيادة حفتر يستخدم الطيران ويقصف عشوائيا مناطق مدنية. المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبي مهند يونس أعلن أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا حيال ما وصفه بجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الليبي بقيادة حفتر خلال المعارك الأخيرة في طرابلس. أشار يونس إلى أن حكومة الوفاق ترحب بوقف إطلاق النار، لكنها تطالب بأن تنسحب قوات المشير حفتر إلى المناطق التي جاءت منها. وفي تونس، ناقش ناشطون ليبيون وتونسيون مآلات الأوضاع في ليبيا في ظل التصعيد العسكري الأخير. المجتمعون أكدوا أن الحرب الدائرة في طرابلس لا يمكنها حسم الصراع في ليبيا، ولا سيما في ظل التدخلات الدولية. مراد الدلنسي. عديدة الأسئلة التي تطرح حول مستقبل الوضع في ليبيا حتى قبل الهجوم الذي بدأه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على طرابلس. هجوم زاد من ضبابية المشهد الميداني والسياسي وأفق الحل. أولى تداعياته تأجيل المؤتمر الليبي الشامل الذي كان من المفترض أن يعقد هذه الأيام.
تطورات ناقشها خبراء تونسيون وليبيون في العاصمة التونسية. وكان السؤال الأهم، هل ستفضي لغة السلاح إلى فرض واقع سياسي جديد؟ مسألة الحكم على سير المعارك الآن وكم تأخذ من فترة زمنية، هذا أمر صعب التنبؤ به يعني حاليا، ولكن أكيد في لحظة معينة قد تدفع دول معينة والمجتمع الدولي بوقف اطلاق النار. وفي حال تم وقف اطلاق النار من المؤكد يعني حتكون في عرض لحلول سلميه، خاصه عقد المؤتمر الوطني الجامع. بعض المتابعين توقعوا حسما سريعا لقوات خليفه حفتر في طرابلس، لكن المعطيات الميدانيه توحي بامكانيه استمرار الحرب في ظل تدخلات اقليميه ودوليه، وهو من شانه اطاله امد الحرب وما يزيد من معاناه الليبيين، فضلا عن مواصله نهب ثرواتهم. إذا انتصر الحل العسكري فستكون الفاتورة كبيرة. يعني شفتوا درنا وبنغازي دمار، طرابلس في كثافة سكانية، حيموت كثير من الناس، يعتقل كثير من الناس، وبعدين القوي هو اللي حيفرض الشروط، لكن على ماذا؟ المجتمعون في تونس أكدوا استحالة نجاح الحل العسكري نظرا لتشعب المشهد الليبي، والخلاصة استمرار الفوضى في ظل فشل الجهود الأممية، وربما في مقلب آخر قد تسهم الحرب في دفع القوى المتصارعة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد. الرأي السائد لدى طيف واسع من المتابعين الليبيين يقول إن الحرب الدائرة في طرابلس لن تحسم الصراع في ليبيا، لكنها قد تنهك طرفي النزاع وتقنعهما أن الحل لن يكون إلا ليبيا من دون تدخلات أجنبية. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. في جديد الملف الجزائري، نظم عدد من قضاة نادي القضاء الأحرار وآخرون مستقلون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للتعبير عن رفضهم الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة. طالب القضاة بمرافقة المرحلة الانتقالية بشخصيات محايدة وبدعم مطالب الحراك الرافضة تولي رموز النظام تنظيم الانتخابات الرئاسية. أسامة عبد النور. أمام وزارة العدل الجزائرية كانت الوقفة الاحتجاجية لقضاة الجمهورية ومختلف أسلاك القضاء الجزائرية دعم مطلق لمطالب الحراك الشعبي، على رأسها رحيل الباءات الأربعة المشكلة لرموز المرحلة الرئاسية السابقة. الشعب من حقه أن يؤسس شيئا جميل، قال للباءات الأربعة ارحلوا فليرحلوا، فقد فشلوا في تسييرهم وتسببوا في هذه الأزمة، فلا يحق لهم البقاء أو تنظيم انتخابات. مطالبتنا نحن واضحة، أولها فتح قضايا الفساد. احنا رانا في الانتظار مستعدون على أتم الاستعداد لمحاسبة كل الشخصيات اللي مشتبه فيها بجرائم الفساد. رجال القانون رفضوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعبروا عن مقاطعة مهمة الإشراف القضائي، وطالبوا بمرحلة انتقالية تقودها شخصيات مستقلة تحضر لانتخابات شفافة في آجال مدروسة. رجال ونساء ينظموا هذه المرحلة الانتقالية ليثق فيهم الشعب، ونذهب إلى انتخابات حقيقية ولكن في آجال معقولة، ليس في 3 أشهر. هذه المرحلة الانتقالية وقيادة البلاد الجديدة هي التي ستسمح بإعداد خارطة الطريق تحدد أهداف المرحلة الانتقالية، آليات المرحلة الانتقالية، ومدة المرحلة الانتقالية. على الصعيد السياسي، قدمت أحزاب من المعارضة مقترحات للخروج من الانسداد الدستوري والسياسي بحسبهما، فيما عبرت أخرى عن استعدادها لدخول معترك الانتخابات بعد حوار سياسي مثمر مع السلطة. إذا أردنا أن نضمن حد أدنى من مصداقية العمل الانتخابي التي دعا إليها عبد القادر بن صالح، أولا يجب أن يكون حوار وطني عاجل بين شركاء السياسيين، بين مؤسسات المجتمع المدني، بين الشخصيات الفاعلة، وبين كل أطراف الحراك. هذا الحوار الوطني يتوج أولا وأخيرا بإعلان لجنة وطنية مستقلة تعمل وتسند لها مهمة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وفي مختلف مراحلها.
رفض القضاة لمهمة الإشراف القانوني على الانتخابات الرئاسية المقبلة سيساهم بحسب مراقبين في عرقلة الجهود التي يبذلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لإقناع الطبقات السياسية بالمشاركة فيها، مهمة تتعقد يوما بعد يوم في ظل رفض الشارع للحكومة والرئيس. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. مستمرون بتقديم نشرة منتصف الليل، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. تعيد الحكومة الفلسطينية 18 أداء اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدما نسي أعضاؤها جزءا يتعلق بالحفاظ على التراث الفلسطيني. هذا وقاطعت فصائل التجمع الديمقراطي الحكومة الجديدة فيما اتهمتها حركة حماس بتعزيز الانقسام. نسرين سلمي. سيد الرئيس، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته. بأداء اليمين الدستورية بدأت حكومة محمد شتية الجديدة فعليا مهامها، مهام أقل ما توصف به بأنها بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل حصار مالي واقتصادي تفرضه واشنطن وإسرائيل على السلطة الفلسطينية، إضافة إلى انقسام داخلي عجزت كل الجهود عن ردم هوته. الحكومة عاقدة العزم على أن تدسر كل الفجوات في المشهد الداخلي، أن تصلح كل الشقوق في السطوح وتملأ هذه الشقوق قبل أن تستعد لمواجهة التحديات الأكبر وهي التحديات السياسية مع القيادة الفلسطينية. 22 وزارة معظم وزرائها جدد، فيما أوكلت وزارتا الداخلية والأوقاف إلى شتية إلى حين تكليف وزيرين بمهامهما، فيما أعلن أن الحكومة الجديدة ستكون أداة تنفيذية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن تطبق قراراتها فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال والإعداد للانتخابات الرئاسية وتشريعية. تواجه الحكومة تحديات داخلية وخارجية جسيمة جدا، مما يجعل فرصة نجاحها محدودة جدا، لأنها حكومة جزء من الفصائل لا تشارك بها حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة، وبالتالي ليست محل توافق وطني. وكانت معظم فصائل منظمة التحرير بما فيها الجبهتان الشعبية والديمقراطية إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضت المشاركة في الحكومة، متهمة إياها بتعزيز الانقسام بدلا من العمل على استعادة الوحدة الوطنية. نحن نرى في هذه الحكومة تعميقا للأزمة الوطنية وتعزيزا للانقسام، وفي الوقت نفسه لا يمكن المراهنة عليها في أن تأتي بأي جديد. وكان رئيس الوزراء الجديد قد وعد أن تكون حكومته حكومة الشارع الفلسطيني وأن تكون قريبة منه مستجيبة لمطالبه. تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية الفلسطينية ما يشاع عن قرب إعلان الرئيس الأمريكي لصفقة القرن، ما يعني زيادة التحديات أمام الكل الفلسطيني. نسر سلمي، رام الله، الميادين. رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد شتية. دعا ميلادينوف الجميع إلى دعم الحكومة والعمل على التغلب على الانقسامات الداخلية، قائلا إن الوحدة ضرورية للنهوض بهدف تحقيق سلام دائم. حركة حماس وصفت في بيان لها الحكومة الفلسطينية الجديدة بالانفصالية وبأنها فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وشددت الحركة على أن الحكومة تعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن، ورأت أن تشكيل حكومة الشتية هو استمرار لسياسة التفرد والإقصاء وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح على حساب مصالح الشعب الفلسطيني.
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تواجه تحديات رئيسية، منها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو غير ممكن في ظل حكومة غير مفوضة شعبيا. في تصريحات للميادين، شدد البرغوثي الدعوة إلى إلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. من الصعب أن تحقق ما تعد به، لأنه فعلا هي ليست حكومة وحدة وطنية، وأحد أهم أسباب عدم مشاركتنا كمبادرة وطنية، وهذا طبعا ينطبق على معظم قوى التجمع الديمقراطي، أننا نريد أن نرى حكومة وحدة وطنية. هذه الوضع الفلسطيني وليس فقط الحكومة يواجه ثلاثة تحديات كبيرة. التحدي الأول كيفية مواجهة صفقة القرن، وليس فقط صفقة القرن، الآن هناك مخطط إسرائيلي لضم الضفة الغربية بكاملها ولتكريس الانفصال بين غزة والضفة وتحويله من انقسام إلى انفصال تام. الجواب الوحيد الصحيح على ذلك هو حكومة وحدة وطنية، وليس حكومة تضم بعض الفصائل وتتجاهل ولا تكون فيها فصائل رئيسية. عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر قال إنه كان من الأجدل للرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة وحدة وطنية لا حكومة من لون واحد في ظل المؤامرة التي تقودها الولايات المتحدة ضد فلسطين. واعتبر مزهر أن الحكومة الجديدة ستصطدم بالكثير من الألغام. كان من الأجدر أن يعمل الرئيس أبو مازن والإخوة في حركة فتح على توحيد الساحة الفلسطينية، على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها أقصر الطرق من أجل مواجهة هذه المخاطر، مواجهة هذه المؤامرة، معالجة القضايا الحياتية والمعيشية لكل أبناء شعبنا في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي كل مكان. لكن الذهاب بخطوة انفرادية لتشكيل حكومة من ذات اللون الواحد الأقرب إلى اللون الواحد، وفي ظل هذه التحديات وفي ظل هذا التغول الصهيوني، أعتقد أن هذه الحكومة يقف أمامها الكثير من الألغام والكثير من المعيقات. مع إعلان تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة تطرح أسئلة عديدة عن الأهداف المرسومة لها وعن إمكانية نجاحها، ربطا باستحقاقات قاسية تعيشها الساحة الفلسطينية، ولا سيما تعثر ملف المصالحة وارتفاع مستوى الانقسام في وقت تواجه فيه القضية الفلسطينية مرحلة شديدة الخطورة. محمد محسن. رام الله بتاريخ 13. صورة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد شتية تقود بسرعة إلى طرح أسئلة قلقة. فالحكومة المولودة متأخرة لا يمكن تحييدها عن كونها مظهرا جديدا من مظاهر الانقسام الفلسطيني، ولا سيما أن سبب تأليفها وتوليفتها كان تعثر مسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وعليه لا غرابة في أن تكون حكومة شتية فتحوية الهوى والهوية، حتى وإن شاركت فيها قوى ضعيفة الحضور في المشهد الفلسطيني كأحزاب فدا والشعب وجبهة النضال وجبهتي التحرير العربية والفلسطينية، وهي قوى بدورها شهدت انقسامات واستقالات عدد من كوادرها على خلفية مشاركة أحزابهم في الحكومة. في المقلب الآخر، مقاطعة للحكومة من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية وغيرها من القوى، على قاعدة أن هذه الحكومة تكرس نهج الفصل بين الضفة الغربية وغزة وفق ما تقول هذه القوى المقاطعة. إنه إذن الانقسام الفلسطيني الذي تسأل الحكومة عن مشروعها لإنهائه، علما أن ذلك ليس منوطا بها منفردة أو عن كيفية مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية بحكومة لا تحوز ثقة قسم كبير من الفلسطينيين سياسيا وشعبيا. هل ستقدم حكومة شتية نموذجا سياسيا مختلفا عن حكومة رامي الحمد الله تجاه استحقاقات صفقة القرن؟ لا يبدو الجواب إيجابيا، فمختلف الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ما زالت سارية رغم دعوات فتحوية صريحة إلى إلغائها. إلى المزيد من الانقسام تسير القوى الفلسطينية لتبقى التحديات ماثلة وبقسوة تعززها حراجة اللحظة الإقليمية. ماذا عن الاتفاق حول كيفية مقاومة الاحتلال؟
ماذا عن تراجع أسباب المصالحة؟ ماذا عن الوحدة في مواجهة صفقة القرن وسط ميل عربي متنام للتطبيع مع الاحتلال؟ ملفات مفصلية بالنسبة للقضية الفلسطينية لا يبدو أن حلها في يد الحكومة الجديدة ومن يقف خلفها أو من يعارضهم ويقاطعهم. وعليه فإن نجاح هذه الحكومة أو إفشالها لا يشكل خريطة طريق الحل. فالأزمات وفق ما يقول فلسطينيون قلقون وهم كثر باتت تحتاج قرارات وطنية كبيرة لحلها، قرارات تتجاوز تأليف الحكومات. على صعيد آخر، يستعد الأسرى الفلسطينيون لاستكمال أسبوعهم الأول من إضرابهم عن الطعام ضمن معركة الكرامة 2 التي يخوضونها وسط سعي إدارة السجون لفض الإضراب وإرغامهم على فكه. كان مئات الأسرى انضموا للإضراب الذي بدأه 150 من قيادات الحركة الأسيرة بعد فشل المفاوضات مع إدارة السجون بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم. تتمحور مطالب الأسرى حول إزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة وتركيب هواتف عمومية في السجون وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين. القيادي المحرر في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر خضر عدنان دعا كل الأسرى إلى دعم زملائهم المضربين عن الطعام قائلا إن هذه القضية نتيجتها النصر. نقول اليوم أن من اتخذ قرار إضراب الطعام من إخوتنا الأسرى قدر أمر جيدا، لذا دعوتي لكل من لم يضرب لغاية هذه اللحظة في سجون الاحتلال أن يدعم مضربين على الطعام. من يضرب لا يأخذ على من لا يضرب، ومن لا يضرب لا يأخذ على من أضرب على الطعام، لكن هي خطوة نضالية نجحت وستنجح بقوة الله عز وجل. يتشبثون بحبل الله المتين، والله عز وجل الذي نصرنا على أرض فلسطين في عديد المعارك في غزة وفي جنين التي نحن نتحدث اليوم في ذكرى معركة مخيم جنين، البطولة مخيم جنين طوالبة وأبو جندل وزياد العامر ومحمود الحلوة، إن شاء الله رب العالمين ستنتصر والشيخ رياض الدير ستنتصر. حملات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج المعركة معركة الكرامة 2، وذلك وسط دعوات إلى فعاليات وحراك في عدد من المناطق الفلسطينية. بيسان طراف، أهلا بكم. بسلاح الأمعاء الخاوية يواصل مئات الأسرى إضرابهم المفتوحة عن الطعام في معركة يبدو أنهم لن يتراجعوا عنها في وجه ممارسات الاحتلال واستفزازاته. معركة واكبتها حملات تضامن واسعة، وإن كانت ما تزال دون الحد الأدنى المطلوب، ولا سيما في ضوء المعركة المصيرية التي يخوضها أسرانا في السجون. حملات التضامن ترجمت عبر دعوات إلى فعاليات وحراك في عدد من المناطق الفلسطينية، فيما تصدر هاشتاج معركة الكرامة 2 مواقع التواصل الاجتماعي التي حفلت بالمشاهد المعبرة عن معاناة الأسرى. برزت أناشيد تضامنية مع الأسرى، أخذنا منها أنشودة ما في ثمرة. في ثمرة أرضي جمرة وشوكي بحلق الاستعمار، شوكي بحلق الاستعمار، نصنع ثورة نمارس فكرة ونخلي بنيان ودمار، ونخلي بنيان ودمار. ما في ثمرة أرضي جمرة وشوكي بحلق الاستعمار، شوكي بحلق الاستعمار، نصنع ثورة نمارس فكرة ونخلي بنيان ودمار. هذه المعاناة لم تقتصر على الأسرى، بل وصلت إلى أبنائهم وعائلاتهم. وقد اخترنا هذا النداء لابنة أحد الأسرى المضربين عن الطعام منذ أسبوعين. إحنا صرنا بعدها نصيح يوم أجوا قالوا لنا مضرب عن الطعام. كنا نصيح مضرب. بدي أبوي. بعرفش أدرس اليوم، أبوي بطلع بتقول له يابا حكيني. أما التغريدات فلم تقل تأثيرا، إذ غردت وفاة بكلام للأسير علي سلهب الذي قال بعد وفاة والده قبل يومين: انتظرت 17 عاما وليس لدي حلم إلا أن أقبل يدي والدي ووجنتيه الطاهرتين، ولكن للأسف الحلم تبدد ولم أستطع حتى أن ألقي نظرة الوداع على أغلى من عرف قلبي.
خطيبة الأسير حسن سلامة غفران زميل غردت بصورة للأسير قائلة: وبأمعائك الخاوية تصنع نصرا تكتب مجدا. ونختم مع فاتن أنور التي كتبت: قدرك أن تحمل نارك ولا تحترق، أن تجمع شتاتك وتبني خيمة فوق الماء، أن تسقي أرضك خمرا من دمك، أن تتوضأ كلما خذلوك من عينيك، قدرك البندقية فلا تتعلم حيل الكلام. في ساحة السجن العصافير تحلق أيضا بأمعاء خاوية. وفي غزة نظم العديد من فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، أكدت خلالها الفصائل الفلسطينية أن المقاومة لن تقف صامتة أمام الجرائم الإسرائيلية. لنا شاهين. الحرية لصناع الحرية والكرامة شعار رفعه من جاء إلى هنا متضامنا وداعما لمن يقاوم الاحتلال الإسرائيلي بأمعائه الخاوية، ورسالة تحذير لإسرائيل مفادها أن المقاومة جاهزة للدفاع عن أسرى فلسطين. في جعبتنا ما سنجبر به المحتل إلى أن يخضع لصفقة أخرى، ولو أن الثمن الذي يمكن أن ندفعه من أجل تحرير الأسرى أعلى وأكبر من الأثمان التي بين أيدينا فلن نتردد على دفع الأثمان حتى لو اضطررنا إلى خطف المزيد من الجنود الصهاينة. كمقاومة فلسطينية لن نترك أسرانا وحدهم يخوضون هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، بأن المقاومة التي استطاعت تحرير أخوانهم في صفقة وفاء الأحرار ستعمل جاهدة على تحريرهم. بالتالي نحن نؤكد أن خيارنا هو خيار المقاومة لتحرير أسرانا، خيارنا هو خيار خطف الجنود الصهاينة. مطالب الأسرى المضربين عن الطعام لا رجعة عنها، يقول الفلسطينيون ويؤكدون ضرورة تفعيل قضية الأسرى وتدويلها من أجل محاكمة إسرائيل. محاكمة مجرمي الحرب والسجانين وضباط مصلحة السجون بل ورأس الحكومة الصهيونية الذي يقود هذه العقوبات المتواصلة بحق الأسرى ليس أقل من محاكمة كل هذه الجهات المتورطة بالجرائم ضد الإنسانية وضد الأسرى في داخل السجون. لليوم السادس على التوالي يستمر مئات الأسرى في الإضراب عن الطعام، وفعاليات التضامن معهم متواصلة حتى تحقيق جميع مطالبهم. قضية الأسرى ليست قضية أرقام، وإنما هي قضية إنسانية سياسية أخلاقية، يقول الفلسطينيون ويطالبون المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري لوضع حد لجرائم إسرائيل. لانا شاهين، غزة، الميادين. جميل الباز رسام فلسطيني ناشئ دفعه الحزن على شقيقه الشهيد إلى رسم شهداء مسيرات العودة تقديرا لما قدموه من تضحيات وفطحا لجرائم الاحتلال في حقهم. أحمد غانم. حزن جميل على استشهاد شقيقه تحول إلى إبداع فني خلد عبره الشهداء في لوحات جميلة عرفانا بعظيم تضحياتهم. ملامح شقيقه منتصر التي يحفظها في وجدانه وذاكرته أضحت اليوم جزءا من لوحة جديدة لم يتوقع أن يرسمها مطلقا. اللون الأسود سيطر على اللوحة التي تعكس كما يقول حجم فاجعته برحيل شقيقه، لتنضم لوحته إلى لوحات عديدة لشهداء قتلوا كما يقول بدم بارد، وله في ذلك رسالتان. مرة على غزة ثلاث حروب كنت أسمع عن الشهداء أنهم أبرياء يستشهدوا، المدنيين كانوا كتل العزل، وبمسيرة العودة يعني المشاركين السلميين كانوا يستهدفون بالقناصة، فأنا كنت أعبر عنهم في القلم أني أقدر أوصل رسالة هؤلاء الشهداء أنها تظل رسالتهم خالدة في كل الوطن العربي وفي كل العالم. جميل رسم أيضا لوحات مختلفة لشهداء مسيرات العودة بينهم صحفيون ومسعفون، كما رسم صور أبطال العمليات الاستشهادية في الضفة الغربية. صور قيادة المقاومة أيضا كانت حاضرة في لوحاته التي يقول إنها تذكر الأجيال بطريق الشهادة على درب الوطن. برسم لجميع الأحزاب، جهاد إسلامي، فتح، حماس، جبهة شعبية، لشهداء الضفة، لكل الشهداء بشكل عام، لأنهم هدول كلهم أبطال من فلسطين، رموز بضلهم ذكرهم خالد في كل شبل فلسطيني، حتى الصغار بوعوا على هدول الأسامي بضلهم مذكرين هدول الأسامي لمن يكبروا.
ويأمل جميل أن يطور فنه أكثر فأكثر بما يدعم قضيته ومقاومة شعبه بكل السبل. أحمد غنم غزة، الميادين. أكد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أن حكومته تمد يدها لحركة أنصار الله من أجل السلام. كلام هادي جاء خلال جلسة برلمانية في سيئون بحضرموت في ظل مقاطعة العشرات من النواب في الخارج بالتزامن مع انطلاق الانتخابات التكميلية في 24 دائرة انتخابية بصنعاء وتسع محافظات أخرى. أحمد عبد الرحمن. غاب نواب الشعب وحضر سفراء وممثلو تحالف الحرب على اليمن في جلسة البرلمان في سيئون بحضرموت. تحت حماية أجنبية عقدت جلسة نواب التحالف السعودي، وعدها هادي إشارة على تآكل مشروع أنصار الله، في حين وصفها برلمانيون بالمحاولة الفاشلة لاستنساخ برلمان آخر موازن للبرلمان القائم والدستوري في صنعاء. ما حصل اليوم في سيئون ما هي إلا صورة جديدة من صور العدوان على الوطن من خلال تجمع هؤلاء بالمال السعودي وبالجيش السعودي. فهم أرادوا من هذا الاجتماع استنساخ كيان تابع لهم يسموه البرلمان. جلسة سيئون انتهت بانتخاب هيئة رئاسة جديدة، في حين قاطعها أكثر من 20 عضوا من الموجودين في الخارج، وهي تمهد لجلسات أخرى يحرص عليها التحالف السعودي لإضفاء الشرعية على أعماله التدميرية والتفكيكية والاحتلالية وبغطاء يمني. لا يوجد أي مشروعية لإنعقاد مجلس النواب في سيئون، أولا لأنه تم تحت رعاية الاحتلال السعودي. ما يتم في صنعاء وفي عدن ليس له أي مشروعية ولا يوجد له نصاب. وبينما كان نواب التحالف السعودي يجتمعون، كان المواطنون اليمنيون يدلون بأصواتهم في 453 مركزا انتخابيا تتوزع على 10 محافظات بينها صنعاء، بهدف ملء الشواغر في دوائر الأعضاء المتوفين. احنا اليوم في صنعاء نعيش هذا العرس الديمقراطي ونمارس حقوقنا الديمقراطية لملء المقاعد الشاغرة. أتينا إلى هذا المكان لنعلن للعدوان أنه مهما قصفتونا ومهما يعني ضربتوا ومهما يعني أرجفتوا في الوطن من قصف وتدمير، نحن نثبت لكم أن نحن مجتمع ديمقراطي، مجتمع متحضر. ويتنافس في هذه الانتخابات التكميلية 87 مرشحا في 24 دائرة انتخابية. ومنع التحالف بحسب اللجنة العليا للانتخابات في صنعاء إقامتها في 10 دوائر أخرى تقع ضمن المناطق المحتلة. بعد 4 سنوات من الحرب وبصورة باهتة نجح التحالف السعودي في استنساخ البرلمان اليمني ببرلمان يتبعه، خطوة رد عليها اليمنيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس نواب الشعب وليس في مجلس نواب العدوان كما قالوا. أحمد عبد الرحمن من أحد مراكز الاقتراع في صنعاء، الميادين. قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إن بلاده لا يمكنها التحكم في الأزمة الخليجية وإنها لم تكن سببا فيها. بن عبد الرحمن أكد أن قطر منفتحة على الحوار غير المشروط الذي يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي، كما أشار إلى تطلع الدوحة لعودة المياه إلى مجاريها، لكن يجب أن تتوافر نوايا صادقة تسبق أي حل بحسب تعبيره. وصل جير بيترسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، حيث بدأ جولة جديدة من اللقاءات مع المسؤولين في العاصمة دمشق. بيترسون قال إنه يتطلع بتفاؤل إلى جولة اللقاءات هذه، ومن ضمنها لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. زيارة بيترسون تأتي قبل نحو أسبوع من بدء جولة جديدة من المحادثات التي تستضيفها كازاخستان. أوجدت الحرب في سوريا مهنا جديدة ولدت من رحم المعاناة والحاجة لم يكن يعرفها الشعب السوري قبل الحرب، صيانة الأسلحة وبيعها، أبرز هذه المهن. استحدثت الحرب السورية مهنا جديدة لم تكن موجودة أو كانت ثانوية، لتشهد ازدهارا بفعل حاجة الناس إليها نتيجة حالة الحرب التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
في محل صغير وسط مدينة الحسكة ينهمك عبود بزر بصيانة عدد من قطع السلاح لزبائنه الذي تضاعف عددهم على نحو كبير في فترة الحرب قياسا بالفترة التي سبقتها بعدما كان قد بدأ العمل بالمهنة كهواية. من الأزمة وبعد صار السلاح بين كافة الشعب، يعني كل شيء شايل سلاح بده يدافع عن بلده شايل سلاح، صارت الأعطال كثير وصرنا نشتغل يعني ونصلح. مهنة صيانة السلاح التي يعمل فيها عبود منذ زمن ورثها عن والده، وكانت تقتصر في السابق على صيانة الأسلحة الخاصة بصيد الطيور، وقد تطورت اليوم لتصبح مهنة لصيانة السلاح بكافة أنواعه الخفيف وحتى المتوسط. لا يجد بزر خطورة في المهنة ويقول إن الحرب أعطته فرصة لتطوير خبرته من خلال تعلمه صيانة العديد من الأسلحة كالكلاشينكوف والمسدسات على أنواعها. من جهته أنترانيك نوركيان اختار مهنة حياكة الأكسسوارات الخاصة بالأسلحة كبيوت الأسلحة وزينتها إضافة إلى صناعة البيوت الجلدية للمخازن. بس بما أنه صارت الأزمة صار طلب على حملات الأسلحة وصارت شغلتنا الأساسية، قمنا بهالفترة نحن طورناها وصلنا نصمم موديلات. في بلد يشهد حربا دخلت عامها الثامن تحولت صيانة الأسلحة إلى مهنة مربحة بعدما كانت تقتصر في السابق على تصليح بنادق صيد الطيور. أمرت المحكمة العليا في إسبانيا بحبس الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الفنزويلية بعد اعتقاله بموجب مذكرة أمريكية بسبب اتهامات بتهريب المخدرات. تعتقد السلطات الأمريكية أن لدى كارفخال معلومات مهمة عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تطالب إسبانيا بتسليمه لها، فيما لم تبت مدريد حتى الآن قرارها حول تسليمه لواشنطن. نفى كارفخال التهم الموجهة إليه ورفض أن يتم تسليمه للسلطات الأمريكية. معرض شهر الكتاب السوري في حلب مناسبة سنوية تنظمها وزارة الثقافة السورية لتوفير الكتاب لأهالي المدينة بأسعار مقبولة تشجيعا على القراءة. ما بين الشعر والأدب والروايات التراثية والاجتماعية تنوعت الكتب في معرض شهر الكتاب السوري السنوي في حلب. أكثر من 500 نوع من الكتب عرضت برعاية وزارة الثقافة السورية في محاولة منها لجعل الكتب في متناول أوسع شريحة من أبناء المنطقة. أخذت على عاتقها وزارة الثقافة إقامة معرض سنوي من كل عام خلال شهر نيسان بعنوان شهر الكتاب السوري، لوضع الكتاب في متناول الجميع وتقديمه ليصل إلى كل بيت. هذا المعرض لا شك حالة تأكيد على أننا ما زلنا أحياء وما زالت الثقافة تعني لنا الكثير، وبأن شعبنا متصل بالمعرفة الإنسانية الواسعة. حسومات في أسعار الكتب تصل إلى 50% تجذب محبي القراءة من مختلف المشارب، وفعاليات كثيرة بينها توقيع عدد من الكتاب إصداراتهم أملا بإيصال نتاجهم الأدبي إلى القراء في ظل زيادة نسبة القراءة الرقمية على حساب الكتاب الورقي. أنا عندي كتاب البي دي اف يعني ما بيكلفني شيء، بينما أسعار الكتب أنت بتعرف، بس هذا ما بيمنع أنه متعة قراءة كتاب ورقي أكبر بكتير. يعني بفضل الكتاب اللي نحن بنقرأ أكتر، لأنه لما بتقرأ بين صفحات الكتاب أنت بشغل لك مخيلتك أكتر، بخليك تبحر في علوم تانية غير لما أنت مثلا تفتح وتتصفح بالموبايل. تكثيف الفعاليات الثقافية في حلب ومنها إقامة معارض الكتب هدف يضعه المسؤولون في سوريا ضمن أولوياتهم، ولا سيما أن الحرب طالت الإنسان ثقافة ومجتمعا. تذكير بالعناوين. يشكل المجلس العسكري الانتقالي على النحو الآتي: المجلس العسكري في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان يعلن تشكيلته، 8 من ضباط الجيش والشرطة والفريق دقل نائبا للرئيس. لا
دعم عمليات الجيش الوطني من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين عن القانون. مجلس النواب الليبي يطالب برفع حظر التسليح عن الجيش بقيادة حفتر، وحكومة الوفاق تتهمه بارتكاب جرائم حرب. قضاة جزائريون يتظاهرون رفضا للإشراف على الانتخابات الرئاسية ويجددون دعمهم مطالب الشعب. الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة شتية تعيد اليوم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد إخفال فقرة من القسم. انطلاق الانتخابات التكميلية في 24 دائرة انتخابية في العاصمة اليمنية، وهادي يقول إنه يمد يد السلام إلى أنصار الله. تفاصيل أو فحول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. ألقاكم على رأس الساعة في موجز أخباري جديد. دمتم سالمين.